بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ومؤسس مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، أصحاب السمو الملكي الأمراء، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمد لله على سلامتك سيدي سلمان، فأنت سلمان الخير وسلمان العطاء، سلمان الوفاء لهذه المملكة وأبنائها. وما تأسيسك ودعمك لهذا الصرح البحثي الشامخ إلا دليل لذلك الوفاء الكبير الذي تحمله، وامتداداً لتلك الرعاية العظيمة، واستشرافاً لآفاق المستقبل العلمي الذي حقق تلك الإشادة والإفادة ليكون بحق علم ينفع الناس. خير بداية لكل بداية القرآن الكريم، يتلوه القارئ الطفل عبد الرحمن بن عباد المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كلمة ترحيبية لمستضيفي الحفل مجموعة العبيكان الاستثمارية، ويلقيها نيابة عن المجموعة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ثنيان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، أصحاب السمو، أصحاب المعالي، حضرات الضيوف الكرام، بادئ ذي بدء نحمد الله على عافيتكم وسلامتكم سمو الأمير من العارض الصحي الذي ألم بكم، ونسأله تعالى أن يمن عليكم بالصحة والعافية. باسم مجموعة العبيكان للاستثمار نرحب بكم أجمل ترحيب، ونشكر لكم استجابة الدعوة وتشريفكم لهذا الحفل الذي يقام بمناسبة اللقاء الدوري لمؤسس مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة. صاحب السمو، تتقدم الأمم وتنهض برعايتها وإنفاقها على العلم، وببذلها على البحث العلمي وبرامجه، والحكيم يقول الوقاية خير من العلاج. ولهذا فإن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة يجسد هذا الأثر، فأبحاث المركز الواعدة تبشر بالصحة والسلامة لأطفال اليوم وأطفال الغد الذين تهددهم الكثير من الأمراض الوراثية التي يعانون منها طيلة حياتهم. حضرات الضيوف الكرام، نحن أمة الإسلام، والإسلام يأمرنا بالإنفاق والبذل، وإن اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بالإعاقة، ورعايته للمعاقين، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز لبرامج الإعاقة ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة لخير نعمة تسدى للوطن والمجتمع،
وخير يجب الحديث عنه، وأما بنعمة ربك فحدث. فجزاهم الله خير الجزاء وأوفاه، وأجزل لهم الأجر من عنده. هذا وإن البذل والعطاء من ذوي اليسار لهذه البرامج لهو الكنز المحفوظ، وما تنفقوا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً، وسوف يلقونه إن شاء الله مضاعفاً عند ربهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. أجزل الله الأجر لكل مؤسس ولكل باذل. هذا ولا تتقدم الأمم ولا ترقى ولا تستقر ولا تزدهر إلا عندما يهتم أمراؤها وأغنياؤها بالفقراء منهم والمحتاجين. حضرات الضيوف الكرام، إن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة يمثل نقلة نوعية في مجال العمل الخيري في بلادنا الحبيبة، حيث تتكاثف الجهود المخلصة في تبني البرامج البحثية التي تحقق شعار المركز علم ينفع الناس، حيث يعتمد المركز على استقطاب الشركات المحلية والإقليمية والعالمية للعمل تكاملياً وتفاعلياً لبلورة أهداف وإقرار آليات يكون لها المردود والأثر الإيجابي في هذا العمل الخيري المبارك. وإن العمل الخيري مهما كان نوعه دليل على تحضر الأمم وتقدمها، ومن ثم وجدنا في العالم الغربي اهتمام كبير بالبرامج الخيرية المختلفة، وقد سبق ديننا الحنيف في وضع أسس العمل الخيري والتكافل الاجتماعي ومد يد العون لذوي الحاجة. إن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة يعد صرحاً وطنياً عظيماً وقدوة تستحق أن تحتذى، فرعاية سموكم ومشاركة القطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال بهذا الصرح يعد شرفاً كبيراً وواجباً يدعو للفخر بالوطن ومنجزاته، في ظل اهتمام وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم والنائب الثاني حفظهم الله جميعاً. وإننا لنطمح أن نرى غير هذا المركز من الصروح الوطنية الرائدة التي تعكس حضارة هذا الوطن الغالي وقيمه الخالدة. وختاماً سمو الأمير، أرجو أن تسمح لي أن أجيب على تساؤل سمعته من بعض الإخوة الحاضرين يقولون نحن في بيت العمران وما علاقة العمران بالعبيكان، وأقول إن العبيكان والثنيان والراشد والعاق والعبد القادر كلهم مؤسسة واحدة أصلها العمران، ولهذا أنتم في مقر مؤسسة العمران، والعمران جميعا يضعونكم في قلوبهم ويرحبونكم مرة أخرى أجمل ترحيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، الكلمة الآن لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز راعي هذا الحفل ومؤسس المركز، صاحب السمو أيها الحضور الكرام، سوف أجعل كلماتي قصيرة لأنه ما يتبعها هو الأهم حقيقة. فاليوم نحن نحتفي بهذه المناسبة الطيبة السنوية بهذه الرعاية الكريمة، ونحن أيضاً نستشرف نودع سنة كانت الحمد لله مليئة بالنجاحات والشراكات والجسور الممتدة، ونستقبل سنة جديدة وهي سنة إن شاء الله واعدة وسنة مقبلة فيها الخيرات الكثير إن شاء الله. هذا المركز الذي بدأ سيدي صغيراً كما تذكرون عندما عرضت عليكم هذه الفكرة قبل أكثر من 15 سنة أو بعض من ذلك، وقلت لكم أن هناك فكرة في خرجت من رحم مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، وعندما اجتمع المجلس في أول جلسة بعد الانتخابات الأولى التي تشرفت بالاشتراك فيها وتشرفت بانتخابي عضواً في الجمعية في مجلس إدارتها، وشرفت من إخواني أيضاً أعضاء المجلس برئاسة المجلس، أني قلت لإخوتي أني بجيبي ورقة كتبتها وأنا على ظهر الطائرة أو في واقع غرفة القيادة في الطائرة، كنت أكتب ماذا نفعل بجمعية الأطفال المعوقين وأنا لا أعرف عن شيء عن قضية الإعاقة.
ووضعت ثلاث أولويات، وكان أول أولوية هو أننا يجب أن نواجه الإعاقة عن طريق العلم. وطرحت الفكرة على زملائي، وكل منهم كثير من المجلس هنا اليوم، وقبلوها بصدر رحب، وكلهم أجمعوا على عرض الفكرة ليكون مركزاً رائداً تموله الأيادي الخيرة الموجودة اليوم وتدعمه الدولة. لذلك أتيت لكم بهذه الفكرة طالباً كعادتي دائماً رأيكم ومشورتكم، وقلت أنني أريد أن أقدم الفكرة لخادم الحرمين الشريفين الملك الخير الراحل الملك فهد بن عبد العزيز. وقلتم لي لا نريد أن نقدم للملك فهد فكرة جديدة لم تنضج ولا مركز لم يحقق نتائج. دعني، وقلت ذلك الله يحفظكم الله، دعني أمولكم تمويلا أولي وتبدأون في العمل، وعندما يتحقق شيء يكون خير إن شاء الله. وقدمتم مبلغ 5 ملايين ريال آنذاك، ثم تبعتوها ب5 ملايين ريال أخرى، ثم تبعتبوها بخيرات كثيرة، وتبعكم محبينكم من الرجال الذين يثقون فيكم والأسر والمؤسسات الكبرى ومؤسسات الدولة، تبعوكم لأنهم يثقون بكم ويثقون بأعمالكم الخيرة أنها كلها منتجة، ويثقون بهذه الفكرة الرائدة التي نراها اليوم ماثلة على أرض الواقع، وهو أول مركز لأبحاث الإعاقة من نوعه اتخذ على عاتق شعار علم ينفع الناس، وليس البحوث المتكدسة ولا المعلومات المتراكمة، ولكن العلم الذي حقيقة ينفع الناس ويعالجهم ويساعدهم حتى يحققوا ذاتهم وحياتهم خدمة لمجتمعهم. ونحن اليوم في هذا المركز الذي يساعد ذوي القدرات الخاصة، وهو هذا اللقب الذي رفعنا فيه، ونأمل من اسمه سيد اليوم أن يعتمد إن شاء الله أنه هو من الآن وصاعدا لا نقول ذوي الاحتياجات الخاصة بل نقول ذوي القدرات الخاصة. فالإنسان الذي لديه إعاقة من نوع ما، كما نرى زميلي يحيى الزهراني وزملائي الآخرين وكثير من المبدعين في هذا العالم وهم رجال أعمال ناجحين، الذي يتجاوز هذه الإعاقة ويبني أسرة ويكفي شره الناس ويبني وطنه ويعيش ويمشي في الحياة سواء متميز أو متفوق أو إنسان عادي يعيش مع الناس بكل كرامة وعزة، هذا إنسان لابد له قدرات خاصة، وذوي الاحتياجات الخاصة هم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى كل الصحة والعافية وكل الإمكانات، ولا يزال عالة وعبء على مجتمعه وعلى أسرته. فلذلك اليوم هذا المركز يسعد اليوم بأنه يرحب بمؤسسين جدد سوف يتشرفون بالسلام على سمو سيدي واستلام وثيقة التأسيس، كما يودع وودع في العام الماضي أعزاء إن شاء الله أنهم يجنون بذرة الخير التي بذروها في هذا المركز، وتوفى الله سبحانه وتعالى في العام الماضي، وهم الشيخ عبد الله بن أحمد كانو رحمه الله، والأخ العزيز إباء بن عبد المقصود خوجة، وهم إن شاء الله الآن جعل الله ثواب هذا المركز وما عملوا فيه خيرا لهم إن شاء الله في بعد وفاته. أحب أن اليوم أشير أيضا أحد المكرمات من سمو سيدي التي يريد أن يعلن عنها اليوم، وسوف يعلن اليوم ما في شك عن كثير من المبادرات الكبيرة، ما في شك من أهمها التي رعيتموها حفظ الله، وهو برنامج الوصول الشامل الذي تبنته منطقة الرياض كأول منطقة المملكة العربية السعودية، ووقع اتفاقه مع عشرات المؤسسات الحكومية لتنفيذه إن شاء الله في الرياض العام. هذا البرنامج الآن أشكركم سيدي أن ننطلق في مناطق المملكة، وسوف نبدأ الآن بتوقيع اتفاقيات المناطق بتوجيهات من سمو سيدي وزير الداخلية. الشيء الآخر هو أنكم حفظكم الله وافقتم قبل 3 أيام على منح المركز أو أوقاف المركز موقع مميز في الحي دبلوماسي لإقامة وقف خيري، نريد اليوم مبارتكم يحفظ الله أن نسميه بوقف الأمير سلمان بن عبد العزيز لأبحاث الإعاقة. وهذا إن شاء الله الوقف الذي هيئة تطوير الرياض تبنت أن تقوم بالتصاميم الكاملة إليه، وقف يتعلق ببناء مكاتب ومساكن في أرض مميزة مساحتها 6,000 متر بتكلفة يتبناها المركز، وإن شاء الله أخواننا المؤسسين والحضور كما هو موجود في القسائم التي أمامهم أن يساهموا معنا، أما بمساهمة في الوقف أو بقرض حسن لمدة معينة أو بمساهمة عينية من المواد البناء أو الأراضي والآخرة، وتكلفته حوالي 65 مليون ريال. ولذلك سمو سيدي لو جلست اليوم أعد هذه الإنجازات الكبيرة العام الماضي ما مد من جسور من علامات الجامعات الدولية، مراكز البحوث العالمية، الثقة التي يكسبها المركز يومياً، أهم دلائلها أن اليوم المركز قد أسس
المجلس التنسيقي لجمعيات الإعاقة على مستوى المملكة الذي يتشرف برئاسته. أشكر أخي وزميلي شيخ فهد العبيكان وأسرته الكريمة، مهما تعددت الأسماء كلهم تحت اسم واحد، على هذه الضيافة الكريمة وهذا الحفل البهيج الذي ازدانه حضوركم سمو سيدي وحضور الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن وبعد هذه المكرمات المباركة والمبادرات البناءة، ومن منطلق من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يأتي التكريم لأهل العطاء والبذل لكل عمل إنساني. التكريم أولاً للأعضاء المؤسسون المنضمين للعضوية مؤخراً، وهم على النحو التالي: أولاً إبراهيم محمد بن عبد العزيز الجميح، ويتشرف باستلام الشهادة من يد سموكم الكريم. ثانياً مجموعة سهيل بن عبد المحسن الشعيبي وأولاده القابضة، ويمثلهم الأستاذ وليد بن سهيل بن عبد العزيز بن عبد المحسن الشعيبي. ثالثاً عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان. رابعاً شركة التصنيع الوطنية، ويمثلها المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة. خامساً شركة محمد بن عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة، ويمثلها المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي. سادساً المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويمثلها معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص. سابعاً وأخيراً الدكتور علي بن حسن الناقور. وسيتشرف المؤسسون المنضمين للعضوية مؤخراً بالتقاط صورة جماعية مع سموكم الكريم. التكريم الآن للداعمون الاستراتيجيون، وهم على النحو التالي: أولاً مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، ويمثلها الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ. ثانياً الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، ويمثلها صاحب السمو الملكي صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس الإدارة. ثالثاً الشركة السعودية لأبحاث النشر والتسويق، ويمثلها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز. رابعاً وزارة الشؤون الاجتماعية، ويمثلها معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ويمثلها صاحب السمو الملك صاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد. مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ويمثله معالي الدكتور قاسم بن عثمان القصبي. جامعة الملك سعود، ويمثلها معالي الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان. جمعية الأطفال المعوقين، ويمثلها معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم. وزارة الصحة، ويمثلها الدكتور منصور الحواسي وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية.
وزارة النقل، ويمثلها نائب وزير النقل، وزارة التعليم العالي ويمثلها الدكتور عبد الرحمن العطية، أمانة مدينة الرياض ويمثلها المهندس بدر البديوي وكيل الأمارة لشؤون الاجتماعية، البنك السعودي للتنمية ويمثله معالي الدكتور أحمد بن محمد علي، بنك التسليف والادخار السعودي، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ويمثلها المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، شركة إكسون موبيل السعودية ويمثلها السيد ريك نيلسون، شركة الاتصالات السعودية ويمثلها الأستاذ محمد الفرج مدير عام الشؤون الإعلامية، منظمة أجفند ويمثلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، ثالثاً شركاء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الداعمون خالد بن إبراهيم آل إبراهيم أبراج كابيتال دبي، ويمثلها الأستاذ عبد الرحمن بن علي التركي، خالد بن علي التركي، محمد بن حسين العمودي، عبد الله بن سليمان الراجحي، مجموعة سامبا المالية، ويمثلها الأستاذ عيسى بن محمد العيسى، عبد الله بن سعد الراشد، المهندس ناصر بن محمد المطوع، وليد بن سهيل بن عبد المحسن الشعيبي، شركة بوينغ ويمثلها المهندس عمر بن سلطان الششة، البنك السعودي البريطاني ساب ويمثله الأستاذ عادل مرزوق الناصر، خالد بن أحمد الجفالي وطارق بن أحمد الجفالي يرحمه الله ويمثلهم الأستاذ خالد بن أحمد الجفالي، بدر بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر، أحمد بن يوسف زين العلي رضا، عبد الرحمن بن خالد بن سالم بن محفوظ، يوسف بن علي القريشي، شركة الرياض للتعمير ويمثلها الدكتور خالد بن عبد الله الدغيثر، أيمن مأمون تمر، شركة نابكو الرياض لمنتوجات الورق ويمثلها الأستاذ طارق بن مطلق المطلق. يستلم جميع هذه الشهادات كل من مساعد الآن الكلمة لراعي حفلنا لهذه الليلة رائد العمل الخيري في هذه في منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. أيها الإخوة الأبناء، الحمد لله الذي وفقنا على أن نجتمع دائما على عمل الخير والبر، ونحن في هذه البلاد والحمد لله حكومة وشعبا، وعلى رأسنا خادم الحرمين الشريفين وسمو العهدين الأمين وسمو النائب الثاني، نسعى جميعا لعمل الخير ولتشجيع العمل الخيري وللتكافل الاجتماعي. ولا شك أن مركز الإعاقة هو جزء من هذه المجموعة. نحن الحمد لله في بلد الخير، في بلد العروبة، في بلد الإسلام الذي تتجه إليه قلوب الناس ووجوههم كل يوم، ولذلك حري بنا أن نكون فاعلين عاملين الخير ومتعاونين عليه. أنا أرى والحمد لله
الجمعيات الخيرية والجمعية اللي تعتني بمثل هذا العناية في مركز الإعاقة تلقى كرة أيد من المواطنين. وأقول بكل صراحة، عندما يثق أبناء هذا الوطن في الجهاد اللي يعمل من هذا الجهاد، هم دائما يقدمون ما يستطيعون في مثل هذا العمل. نجد الحمد لله في كل أنحاء المملكة، ليس في الرياض فقط، الجمعيات الخيرية المتخصصة في كل الشؤون، وهذا والحمد لله يدل نتيجة للاستقرار والطمأنينة في هذه البلاد. وتعلمون أن المجتمع إذا شعر بالاستقرار والعدل يعطي أكثر فأكثر. فنحن الحمد لله في هذه البلاد نشكر الله عز وجل على من ينوي علينا من استقرار وأمن في بلادنا، ونقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر على الإثم والعدوان. وهذا مبدأ إلهي نحن والحمد لله سائرين عليه، كمن بلادنا والحمد لله تسير على منهج الكتاب والسنة. أشكركم على هذا الاجتماع، وأشكر ابن سلطان وأخوان المتعاونين معه والجميع، وأنا أشعر بالفخر أن هذا المركز يحمل اسمي، وإن شاء الله نرى دائما أعمال الخير كما هي الحمد لله، ونرى بكل أنحاء المملكة الحمد لله كما هي، ونريد المزيد والمزيد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لسموكم الكريم على هذا الدعم المبارك وعلى هذه الرعاية الكريمة للقاء السادس لمؤسسي مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة. نلتقيكم إن شاء الله على دروب الخير والبركة بإذن الله تعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.